والله الآن المسار صحيح، بس يعني هو مو تبرير، هو مو تبرير، أدري النص. شوف يعني الموضوع الحر ما يرحم، بس يعني والله مو سحرة. صيانة كل المحطات في الوحدات التوليدية، ولله الحمد أكملناها قبل موسم الصيف. يومياً نحرق 1200 مقمقة. نعطي النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز، الغاز الإيراني. بس يعني والله مو سحرة. ونستورد يومياً من إيران 1000 مقمقة. في كل شهر 7 تموز يقطع الغاز الإيراني وتقل ساعات التجهيز للكهرباء. إذا كان الإيرانيون كما يقولون بأنهم يعني كلش مهتمين بالشعب العراقي ويحبون الشعب العراقي ويريدون له الخير، لماذا يقطعون الغاز في هذا الفصل بالتحديد، في هذا الشهر بالتحديد على مود الأموال؟ وزير الكهرباء قام بحركة شجاعة باللجنة المالية، قال عم اقترح عليكم اقتراح مقمق، قال هاي الموازنة 14.6 تريليون منها شراء الوقود الغاز المستورد مقمق، 6 تريليون شيخنا من أصل 14 تريليون. فأنت المشكلة لا تلوم إيران، لوم العراقي، سياسة العراقي اللي طوال 20 سنة رهن اقتصاده ورهن الكهرباء مالته في إيران. بس يعني والله مو سحر.